مشاهدينا الكرام، وانتقلنا إلى وجهة أخرى من مهرجان عيش جوك، بالتحديد في خيمة واحد سواعد. وينضم معي في هذه الدقائق الأستاذ خالد العبيدي، المدير التنفيذي لسواعد للإعاقة الحركية في المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة المنظمة لخيمة واحد سواعد، وأيضا الأستاذة دلال العواد ناشطة في حقوق ذوي الإعاقة. طبعا بداية يعني شفنا أنه في الآونة الأخيرة برزت أدوار يعني ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة التي تقام في المنطقة الشرقية، وأحدها ممكن شفنا نشاط جدا واضح وبارز لهم في مهرجان عيش جو. يسعد مساك أستاذ خالد. الله يحييك، مساك بخير، الله يطول عمرك، يعطيك العافية. يعني أستاذ خالد، بداية يعني نتحدث عن إنسان هذه المنطقة، وشفنا ما شاء الله يعني أنكم قدرتوا تجمعون كذا جمعية في هذه الخيمة، حدثنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً بالنسبة أشكركم جداً على استضافتكم لنا وزيارتكم لنا في هذا المخيم الرائع حقيقة، اللي استطعنا فيه أن نستقطب أكثر من 35 جهة رسمية من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومن الجمعيات التي تقدم الخدمة الاجتماعية المميزة لجميع شرائح المجتمع. طبعاً الحمد لله هذا المخيم تم تنظيم مع بلدية الخبر حتى يصبح سواعد من ضمن المنظمين والمعدين للبرامج المميزة من المسرح الخارجي والداخلي، وأيضا الترتيب والتنظيم داخل هذا المخيم. الحمد لله رب العالمين، هذا يثبت أنه ذوي الإعاقة أصبح لهم دور مميز. ونشكر بهذه المناسبة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه لمركز سواعد للإعاقة الحركية، ولنا شخصيا على وقفته الدائمه معنا وتوجيهه لنا في 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 اعطائنا الفرصه والثقه حتى نقدم الشيء المميز كابناء لهذا الوطن. طيب استاذ خالد، يعني قاعدين نتكلم عن احنا الواجهه البحريه في الخبر كمعلم بارز في المنطقه الشرقيه، دوركم انتم كيف قدرتوا انكم يعني تبرزون دور ذوي الإعاقة في هذا المهرجان وأيضاً في وجهة سياحية مثل الواجهة البحرية في الحقيقة؟ الواجهة البحرية يعني منظر سياحي رائع جداً، لابد علينا حقيقة الاستفادة منه، وهذا ما عملت عليه أمانة المنطقة الشرقية ومشكورين أنه نظمت مثل هذه المهرجانات. حتى هنا كان الشعار حقيقة اللي أنا أشوفه الحقيقي لنا أنه لا فرق بين ذوي الإعاقة والأسوياء في تمثيل هذا العمل في مشاركتهم في ووسط مجتمعاتهم ووطنهم. وأصبح كورنيش الخبر بالذات والواجهة البحرية من الأماكن السياحية المميزة جدا، والدليل ما نراه في هذا المهرجان والمهرجانات السابقة والقادمة بإذن الله تعالى. الافتتاح وطريقة في موقع مثل هذا الموقع المتميز يعني حقيقة أفلت صدوره كثير، واليومين اللي مضت يعني عدد خيالي زارنا في جميع المواقع في المهرجان هذا. وأثبتت الواجهة البحرية بتميزها وأناقتها ونظافتها وترتيبها وتهيئتها للمرافق ولذوي الإعاقة، وهذا ما خلانا فعلا أنه ذوي الإعاقة يشارك. لقوا المرافق مهيئة لهم، دورات المياه عزكم الله، والمرافق المسارات والطرق كلها مخصصة للويلتشير، ويقدر الكرسي المتحرك يتحرك المعاق بشكل طبيعي مثل ما نشوف في خيمتنا أو في كثير من المواقع في المهرجان. أنه حطوا في الحسبان هذه المرة أنه ذوي الإعاقة هو جزء فعلا من هذا الوطن، وجزء فعلا لا يتجزأ من أبناء هذا الوطن. فيعني حقيقة نشكرهم على اهتمامهم وننتظر المزيد بإذن الله تعالى. جميل. قبل المجتمع في الحقيقة أثبت ذوي الإعاقة الحركية أنه بإمكانه خدمة الوطن من خلال عدة مجالات وعدة نشاطات، وكان من ضمن البرامج اللي أعدت لهذا العام حقيقة سبق جدا رائع وهو دمي فداك يا وطن، وتبرع ذوي الإعاقة للجنود البواسل في الحد الجنوبي بدمائهم،
وهذا العمل يمكن نشوفه في في التصميم الأعلاه. طبعا تبرع اكثر من 270 معاق من ذوي الاعاقات الحركيه في مقرنا سواعد القائم في ضاحيه الملك فهد بالدمام بالتعاون والشراكه مع مجمع الطبي العسكري، ونشكرهم على حقيقه مساعدتهم وجودهم معنا بسيارات متخصصه لبنك الدم، والحمد لله رب العالمين. هذه نقطه وكانت من اهم النقاط. النقطة الثانية، نظمنا اليوم العالمي للإعاقة، وكان عمل ضخم جدا في سايتك برعاية سيدي صاحب سمو الملك الأمير سعود بن نايف. وكان ما يميز هذا العمل ذوي الإعاقة هم المنظمين والمتطوعين ومعدين البرامج على جميع المسارح الثلاثة اللي كانت تعمل على قدم الوساق، ولله الحمد أشاد بها جميع القنوات الخليجية والسعودية، وكان هذا شرف عظيم لنا. توالت بعضها كثير من الفعاليات، إفطار السائمين مثلا، فعاليات متنوعة حقيقة يعني يصعب حصرها في مثل هالوقت هذا، ولكن أيضا معايدة عمال النظافة، يعني ما خطر ذوي الإعاقة أنفسهم قاموا بزيارة عمال النظافة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، وقمنا بمعايدتهم سواء في عيد الأضحى أو في عيد رمضان. مسيرات رائعة جدا توعوية وتثقيفية عن الحوادث والسرعة وأنظمة المرور بالشراكة مع أرامكو السعودية. الحمد لله عمل أكبر مجسم على مستوى العالم لذوي الإعاقة، وكان بداية انطلاقتنا في عام 2015 عفوا، والآن نعد برنامج أشبه بكذا حتى يتجاوز العدد 1000، حتى نوصل لمرحلة المجسم الثاني على التوالي الأكبر على مستوى العالم، ويدخل إن شاء الله في موسوعة جينيس. وهذا مكان من الأهداف والخطط اللي احنا نسعى لها، ولا زال إن شاء الله القادم أحلى. الله يعطيك العافية. أول شيء أنا في نقطة مهمة جدا أنت أشرتي لها مع الأخ دلال، ذوي الإعاقة، مجلس إدارة سواعد الإعاقة الحركية جميع من يديره من ذوي الإعاقة، وكل البرامج المعدة والخطط والاستراتيجيات الموضوعة من يعدها ذوي الإعاقة أنفسهم، وجميع من فيها من مجلس الإدارة أصحاب ماجستير وبكالوريوس وعلى مستوى عالي تعبوا على أنفسهم. يمثل هذا الفريق أبطال العالم لألعاب القوى وألعاب وأبطال الخليج، و كوادر متميزة جدا وأثبتوا جدارتهم على مستوى أعمالهم الشخصية أو خدمتهم الاجتماعية. بهذه المهرجانات مثل هذه تزرع الثقة فينا وتزرع وإعطاء الفرصة للمسؤولين لذوي الإعاقة هو المحتاج. أشكر بهذه المناسبة جمعية ذوي الإعاقة لتوظيف المعاقين، حقيقة يقدمون عمل جبار بقيادة الأخ دلال والأخوان، وبذلك نشد على أيديهم وإحنا معاهم، والله يوفقنا وإياكم، وشكرا لكم.